ست بسيطة جات له: يا شيخ انت بيصلي وراك الاف وما شاء الله عليك، وانا خايفة ان زوجي الفلوس كترت معاه شوية، فاول ما بتكتر الفلوس مع العرب يعمل ايه؟ انت عارف، انت فاهم، بس فانا خايفة يتزوج علي. طب وبعدين انا اعمل لك ايه يعني؟ قالت له: انا الله يرضى عليك عايزك تعمل له عمل يكره النسوان. شو المشايخ شغالين ايه؟ تكريه الناس للنسوان ما شاء الله. المهم قال: يا ستي انا مش بتاع اعمال، مفيش حاجه كلام. قالت له: بس يا راجل انت وراك الاف مؤلفه تصلي، انت اشهر واحد في مصر. فسبحان الله تقول لي سبحان الله يا راجل عايز اصرفها. قال لها: اقول لك هل تستطيعي تجيبي لي شعرتين من عين القرد اعمل لك عليهم عمل؟ قالت له: حاضر. ازاي؟ بعد شهر ونص شهرين الشيخ الله يرحمه يقول: يا عمر يا ولدي، جت ومعاها محرمة كده وحط فيها شيء زي ما يكون ايه اثار البتاع، خد يا شيخ شعرتين من عين القرد. الشيخ رحمة الله عليه وكان موصول بالله، الله اكبر يعني سبحان الله. قال: انت كيف جبتي؟ قالت له: انا كل يوم زوجي يطلع المحل وانا اخد الايه الكيلو الموز واطلع على الايه على جنينة الحيوانات، اقف قدام جبلية الخروض العب القرد وهزر لغاية ما فهمت هو بينام امتى ويصحى امتى وياكل ايه وياكل، فهم السيكولوجية القرد صحيح، وعرفت يعني عالم القرود خلي بالك انت. وبعدين لغاية ما وضعت ذراعها بعد القرد استأنستها بقى القرد استأنستها. المهم وضعت ذراعها على الحديدة بتاع السور فنام القرد على ايه ذراعها، فاخذت ايه شعرتين من عينه. قال لها: يا بنت الذين امنوا سبحان الله، يعني استطعت ان تقهري وتجيبي شعرتين من عين القرد؟ سبحان الله، مش عارفه تروضي زوجك ده ليه يعني؟ قرد يعني بيتنطط اكتر منه؟ لا اله الا الله. فشوف القدرات اللي عند الاخرين. زوجتي متمرده وتعاملني معامله الند بالند، وباختصار هي نكديه، فما نصيحتكم لي ولها، وما هو البلسم الشافي لهذه المعضله العصيبه على حد تعبيره؟ زوجته نكديه هكذا يقول السائل، هو في نوع تاني؟ طيب المهم ده سؤال بريء من الشيخ يعني، بس عشان ابواب السعاده يعني. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. اولا اخي الكريم، ربما انت تثير ما عندها من نكد، ربما انت تستجلب نكدها، يعني بتضغط على الزر او المكان الذي يجب الا تضغط عليه. لكن انت بين امرين: تصبر وتصابر وتحتسب وتدعو الله عز وجل، وقال ربنا في معادلة واضحة: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اصنع ما صنعه هذا الصحابي الذي اساءت اليه زوجته سنوات وشجعه جيرانه على طلاقها وابى ورفض، قال: لن اطلقها. فلما تعجبوا منه: لما؟ قال: اخشى ان يبتلى بها غيري. هذا الانسان مصدات الرياح والازمات عن المسلمين، وهذا الحاجز الذي صنعه بينه وبين الذين يريدون صناعة السوء جزاه الله خيرا. انت اصبر واحتسب، واعلم ان هذه الزوجة وان كانت تصب بالنكد والندية ربما تكون بابك الى الجنة، لان الصابر بالله عليك يقول لك: انا صابر. صابر على ماذا؟ على شيء حسن ام على شيء ضد الهوى؟ انت تصبر عليه؟ في حد بيصبر على المال؟ لا. تصبر على النزهة والفسحة؟ لا، ده ما اسموش صبر. الصبر على شيء ضد الهوى، صبر على فقر، على مرض، على ابتلاء، على سوء معاملة من زوج او زوجة او جار او وهكذا. هذا الصبر لك، او حزت بزوجتك تلك، نصف الايمان. فالايمان قسمان: شكر وصبر. ربنا اعطاك الصبر جاهز، زوجة من هذا الطراز، فانت الطراز بتاع 5740 ده، انا ما اعرفش يعني 5740 هو رقم يعني وخلاص يعني سبحان الله. فانت اصبر عليه، اصبر عليه وادعو الله، وسبحان الله العظيم ان شاء الله
بإذن الله في هذه الأيام ما عليك إلا ألا تعاملها بندية. وإذا انتهى رمضان ورأت منك هدوء أعصاب ودماثة خلق وشكرت لك هذا، فاعلم أنك صمت رمضان صوما حقيقيا. أما أنك أصبحت عالما بالأبواب التي تفتح أبواب النكد في البيت، فإن شاء الله رب العالمين حاول ألا تفتح هذه الأبواب، أوصد أبواب النكد، افتح أبواب العامل المشترك، العامل المشترك، المشترك الإنساني. المشترك الإنساني يجب أن تفتحه بينك وأول الناس زوجتك، ولتصبر ولتحتسب، عسى رب العباد أن تسكن إليها وأن تسكن هي إليك. ورب العباد سبحانه وتعالى يعني كما قال هذا الرجل الفرنسي النبيه لزوجته عندما رآها تبكي، قالت له احنا عايزين نروح نقضي عطلة نهاية الأسبوع في جزر هاواي. قال لا ما فيش. جلست الزوجة تبكي بكاء مرا، فنظر إليها وقال أنت ثاني أجمل امرأة في العالم. فتوقفت دموعها فجأة ونسيت البكاء وأمسكت بتلابيبه، من هي أجمل أول امرأة في العالم؟ قال لها أنت عندما تبتسمين. ده راجل ناصح، الله خليك ناصح يا ناصح. بارك الله. التاريخ محمد ابن صفحات متشابهة، الكفر صفحة سوداء واضحة، والإيمان صفحة ناصعة البياض، والهجوم من الصفحة السوداء على الصفحة البيضاء هذا من الأزل إلى أن يرث صراع الحق والباطل. يقال يعني في الرمز البسيط، يقول قالت الذبابة للنخلة حاذري سوف أحط عليك الآن، قالت لها أنا ما شعرت بك عندما حططت ولا شعرت بك عندما طرت. لكن دايما التافه هو اللي يعمل مشكلة، يعني النخلة ما تكلمت، سبحان الله الذبابة اللي تكلمت يعني في الرمز يعني. فالقضية أن سبحان الله، يقال أن الحجاج منع التجول في بغداد مرة، وكان بغداد يعني سبحان الله منذ زمن ربنا سبحانه يؤمنها، اللهم أمنها وأمن أهلها وأمن العراق ويعيد العراق يعني أمنه وهدوءه وسكونه، يا رب. عراق العروبة وعراق الإسلام التي نحبها جميعا الحقيقة، يا رب. يعني عراق الحضارة إن شاء الله يا ربنا يؤمنها بحق هذا الشهر الكريم، ويطرد عنهم شياطين الإنس والجن. المهم الحجاج منع التجول، فالجنود الحجاج وجدوا شباب ماشيين فقبض عليهم، تعال. فالشباب أول واحد ألا تدري من أنا؟ فلا غيرك أحسن يكون حد مهم، من أنت؟ ابن الحجاج أنا الذي لم ينزل الدهر قدره، وإن نزلت سوف يوما فسوف يعود، ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حوله وقعود. طلع ابن مين؟ ابن الفوال، ابن قدرة الفول. قدرة الفول أنا الذي لا ينزل الدهر قدره، قدرة في الفول. مرة ترجع ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حوله وقعود، اللي واقف ياخذ الفول في الطبق واللي قاعد على الأرض. ده ابن أمير سبحان الله. والتاني يقول لك انا لازم مش عارف الدهر، المهم يعني انا الذي قوم الناس كلهم ما بين مخزومها وهاشمها، ترى الناس ينزلون رؤوسهم صاغرة اليه يأخذ من مالها ومن دمها. لا ده اكيد ده ابن الامير الامر، ده حلاق، ده ابن الحلاق سبحان الله، ده ابن الحلاق. انا بياخذ المعزومه كله صاغر كله موطي فاخذهم على الحجاج. نعم. من هؤلاء؟ قالوا ده شباب لغناهم في التجول مع حضره التجول وخالدين وبتاع. ماذا قالوا؟ قال علموا اولادكم الادب ولولا ادبهم لطارت اعناقهم. يا الأدب كان له موقف حكيم، الأدب نفعهم يعني نفعهم سبحان الله العظيم. أقصد أقول أن دعوة الأنبياء ودعوة لازم نستلهم منها مسألة التواضع، كيف نوصل الدعوة إلى الناس، كيف يكون رحماء بالناس، كيف يكون يا أخي يا مؤمن. هو الناس قسمان، قال صلى الله عليه وسلم الناس رجلان مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. شوف أدب الرسول. يا سلام. هي الناس كلها يا معافى، معافى إيه؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صحيح. فاللي عوفي في دينه احمد ربنا، واللي مبتلى نقف بجواره كذلك كنتم.
صحيح. من الله عليكم. الله احنا سبحان الله مش كنا ناس يا اما ناس كانت بعيده عن الطريق وبعيده عن الهدايه. وبعدين يا راجل امام دناء راجل زمان كان المهم الاخوه عملوا عليه كده مجهود انه ايه ياخدوه معاهم المسجد. فراح المسجد جابوه عندي صلاه في اثنين في ثلاثه حضر درس اثنين في درس اثنين من 20 سنه كده. نعم. خبرني بعدها يقول لي ايه عارف لو انا مت قبل ما اجي المسجد عندك كنت اشتكيت من ربنا. واحد من اولادنا مره قال يا شيخ يا شيخ انا عارفك ذواقه للشعر وتحفظ الشعر العربي عندي قصيده. شافه كده مالوش في القصائد لما قلت له طيب يا ابن شويه لا 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 لازم تسمعها خلاص يا ابن توكل على الله صبر اتفضل. قال قصيده قلت الحمد لله الذي خرجت من جوفك ولو بقيت في جوفك لقتلتك. سبحان الله الحمد لله الحمد لله برضو اخراج السموم ده مطلوب يعني لا اله الا الله يا رجل الله يرضى عليك يا رب. المهم انت عارفين ابو نواس مع المأمون المأمون كان شاعر امير المؤمنين فقال قصيده عارفين انتوا القصه. فلما قال قصيده فمدحه الحاضرون طبعا لازم حتى لو مكان اي كلام. ابو نواس رغم انه صعلوك لكن شجاع يا اخي ما رايك يا ابو نواس؟ قال له والله ما فيها من الشعر شيئا يا امير المؤمنين. ابيض فيش من الشعر شيء. ردوه على الاسطبل رموه على الاسطبل خلاص اكرموه يعني ردوه على الاسطبل هناك بين البغال والحمير شهرا كاملا وبعدين عفى عنه تعالى. فقال قصيدة مرة أخرى المأمون نفس القرآن في قصيدة جديدة يعني فشوية في نصف القصيدة منتصفها راح جاي أبو نواس ماشي إلى أين يا أبو نواس؟ قال له إلى الإسطبل يا أمير المؤمنين أنا مستني لما تصدر قرار أنا مستني يا عم واضح الكلام أي كلام أنت تضحك علينا تقول هذا الشعر سبحان الله ما ينفعش الكلام على طول حكم على روح عشان إيه ما فيش تعطيل لوقت أمير المؤمنين خلينا إيه نخلص من الأول. اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا صفية تقريبا تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حفصة الله أعلم بالضبط أن في ناس الله يرضى عليكم بيقعدوا لنا على يا خارب قصة في بيت رسول الله. المهم الشخص المركز عليه سيدنا رسول الله حلو الكلام وإحدى زوجاته تمشط شعره حلو الكلام. طب محمد زوج رسول الله تمشط شعره فدخلت أختها مش اختها شقيقتها يعني لا اللي زوجتك بتقول على ايه ضرتها عند الصحابيات كان اسمها ايه اختها دي انما المؤمنون ايه مش ضرائر ضرائب دي عند محسن عندك مالناش دعوه احنا مش فقه محسن دلوقتي احنا في بيت رسول الله والرسول قاعد فدخلت اختها يعني زوجة اخرى فتكلمت فانشغلت الزوجة الممشطة لرسول الله بالحوار مع الداخلة وتوقفت يديها تمام توقفت يداها برضه أحسن حد بتاع اللغة يقول يداها فعل مرفوع بالألف لأنه مثنى ولو في مسألة كيميائية نروح المعمل ونشوفها مع بعض. المهم توقفت يداها فرسول صبر حنون صلى الله عليه وسلم فوجد الحوار طال تعرف الاخوات ربنا يبارك فيهم يحبوا ايه دبدب فتوقف فهز يدها وقال انت لا تتكلمي بيدك طب اذهب للسان يتكلم خلي الايد ايه خلصين سبحان الله. شوف الحنان بتاع رسول لا نهرها ولا اذاها والله ما انا مسرع وانا ما خليت سرح شعري مرتها. هو انت تستغرب دلوقتي الله هي الزوجة يجوز انها تسرح شعرها الزوجة دي جديدة عليك دي صح جديدة دي ها؟ يعني يجوز ان تعطي كرنيه بطاقة اليوم ان زوجتك تصلح ان تكون زي ما يقول الاخوة التوانسة حلاقة صح؟ لكن في الدول المتحضرة يقول لك كوافير يا سلام هي ما تعرفش تكتب الف ب كوافير والا لو قلت مصففة شعر يعني تمشي. المهم هل يجوز يا شيخ سبحان الله العظيم ان لا اله الا الله بدوية في دولة عربية تتصل بي على التليفون وتعنف على زوجها كثيرا ايه بقى السؤال هي من البادية قالت الرجل انا فهمت الكلام كنت اريد مترجم لكن الحمد لله ربنا اعانني على الترجمة تخيل انه من هو انه زوجي ماذا يريد عايز امشي في البيت
ووجهي مكشوف وثلاثة جليل أدب. لا إله إلا الله. فسألت عالم جديد من الإخوة اللي عارفين القصة ومن نفس الربع اللي هناك يعني. قلت يا شيخ فلان، هو كشف البيت الوجه المرأة في البيت لزوجها دي جريدة؟ في حد سألك عندنا من الله 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 ده معروفة يعني؟ فلك انت خد دي تفهم. لكن على كل ان الرجل قبل منها، ومن ستر الله برضه انه لا يرى وجهها من كرم الله يعني، حتى يعني ما يعني ده من ستر الله عليه.